هاي لزامي كديرين صافا لاباس عليكم كلشي لاباس كلشي بخير مرحبا بكم معايا في فيديو جديد قبل ما نطول عليكم الهضره انا عارفه راسي ماشي كتقولي سلام فيك الهضره بزاف تقص الهضره انا غنقص الهضره انا اليوم غادي ندير لو جيل غندوز معايا هاد واحد دو جوغ حيت انا نهار الحد معروضه عند غيتا ماشي معروضه عند غيتا معروضه لواحد الكالا هذيك الكالا فيها غيتا صاحبتي هي اللي دايره داكشي زعما هي اللي موقفه داكشي وانا شحال هذه ما تعرضت لشي عرس ما نكذبش عليكم باغا غنمشي نفوج باغا نحيد القنطون نحيد ستريس والله لزامي صافي وغادي نمشي ندير لوجيل نعرف راسي والله درت لوجيل ولكن عرفتو لي ظلم عليك بقى نكون طفاري عرفتو كنبقى هكا نتعصب كنقلع بيهم حيدت هذا وهو يطير صافي ما كنبغيش نديرو مره ولكن دابا حيت معروضه فهمت مضطر انني نديرو غادي نمشي ندير واحد ديزاين زوين في المعارف غادي ندير ايدي وغادي ندير حتى رجليا ما عرفتش بغيت ندير الشفار وحلفت عليهم ما بقاش نديرهم والله ما عرفتش شنو ندير غادي ندير الشفار العاديين ما نديرش لي سيلونس المهم شفار ما متاكدش من راسي انني غادي نديرهم حيت اخر مره قلت لكم درتهم طيحوا لي شفار درتهم عند واحد خيتي المهم طيحوا لي شفاري داروا لي واحد الكول ما كنجرهم كيطيروا شفاري ايوا صافي لي زامي هادشي اللي كاين وغتمشيو معايا نكري القفطان وصراحه عندي واحد الموديل في دماغي زوين وان هكا خفيف كيجفني وان في البيسه صافي وغادي نمشي للحمام غادي نتحمحم وداكشي راكم عارفين الطقوس ديال العرادات بلا ما نطول عليكم الهضره لي زامي يلا نمشي وبلاش نوريكم شنو لابسه معرفتش واش كيبان ليكم المهم هاد التيشيرتات حيت انا واحد الانسان مع هاد الخرج كنبغي نبقى مرتاح صافي وزيت هاد الطاق وجمعت شعري شفنجة باش نبقى مرتاحه ويلا نمشيو الجيل ديما راكم عارفين ميس ايمانويل هذا الصالون الاول وهذا الثاني وديجا عندهم واحد ديجا داروا واحد جديد راه وريت لكم ديك المره المهم اجيو عندهم راه ضريفين تنخرج على برا نوريكم الطفار مزيان هنا ما كيبانوش مزيان وريهم الطفار كزين شوفوا زين جاي هذا الطفار زوينين انتما لازمي هذه الصندره اللي غنلبس المهم هاد السوره كتعقدوا جال الفوق درت معاها هاد الطفار باش يجيو هكا اسوقتي هاد الصباع مسكين قاعد تحرق ليا مع الفران عمرني ما طيبت نهار طيب كاع حركت صبعي صافي لا زامي مازال غادي نوريكم القفطان ديالي اليوم غادي نمشي نجيبو غنمشي ندير الشفار اختي وغادي نمشي نشري دي زاكسيسوار قطعت لي واحد السنيسه ديالي الا لقيت فين نصايبها غادي نصايبها الا ما لقيتش غادي نشري شي حاجه اخرى انا فاش كندخل للدوش ولا الطواليت كنخاف نهضر فيهم فراسكم عرفتش دابا شي 5 دقائق وانا حاطه التليفون وكنشوف فين مكنقدرش نهضر في الدوش ولا الطواليت هكا كندير فيديو ندوي ما عرفتش علاش مكنقدرش ندوي المهم لي زامي غادي ندوي شي غيطره كاع معطوميطره قلت لكم لقيت فين دابا غادي للحمام قبل ما نمشي للحمام غادي ندير واحد الزيت لشعري واحد الزيت يلاه يلاه بديت متبعه درت غير مره واحده وهذه هي المره الثانيه صراحه هذيك المره ملي جربت شوف واش على ما مصايبش راه واخا موسخ هكا شوف الزغبره طايحه وحيت ما عارفينش على الطب كيتوسخ ليا بالزربه عاود غادي نديرو غادي نتبعو المده ديال 15 يوم وشعري مكتئ الصراحه غنصايبو اليوم باسكو حيت انا معروضه نهار الحد شوفوا غنصايبو غير حيت معروضه وما غاديش نعاود نصايبو حيت معروضه قلت لكم نبقاو فيهم في المناسبات صافي دابا غادي ندير الزيت لشعري وغادي نمشي نجمع حوايج ديال الحمام انا ما كاينش الضو مزيان راه ما كنبانش مزيان ولكن المهم صافي عديو معايا المهم هادو حوايجي هنا كندي حوايجي نوريكم شنو كندي معايا هذا فن البنات كيحمق هذا سكراب ديال لوكور هادي ليبور ديال لوكور حتى هي فنه هذا عشتو هذا تكفح ليا خاصني نمسحو هذا كنديرو فاش كنخرج من الحمام كيخلي واحد الريحه زوينه في الحمام البنات فن 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 غنمسحو نديه معايا هذا جربتو داك النهار ما عجبنيش الصراحه هذا جيل دوش بلاش نوريكم شنو غادي ندي عاود هادي ديال فوريو ضروري منها البنات هي باش كنغسل الوجه صراحه كتنقي الوجه بعمق غاديش ندي هذا ديودوران ما عجبتنيش هذا عرفتوا هذا واعر البنات هاد الجيل دوش خطير اورديناري هذا غادي نديرو قبل ما نمشي الصراحه شنو عاود شنو عندي هنايا صافي بركه اللي كنقلب على هذا
هذا كنغسل به وجهي في فن البنات، هذا زوين كيحمق. صافي هادشي اللي غادي ندي معايا، ديودورون نيفيا ولا ناغطا زوينين، مازال ما زدتش مسك الطهاره. الريحه هذه ديال الفلوغاليا زوينه، هذه راه باقا غتغوت، راه غير تمحات لها السميه. فن البنات هذه ديما كنخرج من الحمام كنرشها، عرفتوا علاش؟ كتبقى لاصقه في اللحم. وصافي هادشي اللي غندي معايا لي زامي. اصلا غادي ندخل ندير واحد الشحم حيمه بالزربه، حيتاش ما عنديش الوقت الصراحه، باقا باغا ندير لاسيغ، باقا باغا نصوب شعري، باقي عندي سله ما يدار. ونسيت ما ورتكمش لي زامي الشامبوان، كان دي بونتين ومشطه هادي اختي. انا ما كنعرفش نمشط شعري في الحمام، ضروري خاصني نمشط شعري سينو بحال ما غسلتوش. وشنو اخر؟ وغادي ندي معايا وغندي معايا هاد الكريم ايدغاتونت باش فاش نخرج من الحمام نديرو. عرفتو هذا البنات فن، انا جربته غير جوج مرات وصدق زوين والله. عرفتو كيخلي الوجه، كيعطي واحد لابغيونس في الوجه فنه. المهم هذا راه زوين البنات، لقيتو خدوه. لي زامي هاي، نيو لوك، نهار جديد، لوك جديد. كي جاني اللوك ديال اليوم عارف راسي غفلتكم البارح، غير خرجت من الحمام طرقت الصالون قلت لها والو صبغي لي شعري بهذا اللون، شفت واحد البنت دايره وحمقني البنات، مشيت نتسطع ليه قلت لها والو ديري لي هذا اللون. كي جاني قطعت لافخو، شادي زوينه ما شاء الله. كي جيتكم انا عجبني راسي، وليش كان بان بيضه هكا، بيضه بيضه ودرت عكير حمر. صافي وغادي نلبس واحد السواريه في الكحل ونخرج نضرب دويره ونتغدى في شي ريستورون على برا. تشكون سير ما عرفتكش، سير من الزعره. اه يا اختي جات معايا الزعوريه قالك والله يلا. انا راه عجبني راسي في راسكم، كاين حتى واحد ما تقوش عليا. المهم انا هي كنت جالسه لا فخت من نعاسه لي زامي، وانا تفكر بلي عندي بيريك. البارح كنت كنطول ماريوي بان لي بيريك في المجر، دابا كنت فايقه وانا نتفكر وانا نقول حدايا واحد العكر حمر، وانا نقول الله يسنود ندير البيريك ونضرب في الشعكه الحمراء. انت يا اختي بعدكم ما تقولوا فيا، عجبني راسي والله يا بوم. ماشي تفنى 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 تفنى. المهم انا زعما بلا ما نطول عليكم الهضره، البارح جيت من الحمام واختي ضربت بواحد الشحمحيمه في فنه، خرجت لقيت تليفوني طفى ليا وما جبتش معايا الشارجر. ما مولفه كنخليه كيتشارجا في الحمام، ما جبتش معايا الشارجر. عرفتو خرجت ما لقيتش كيفاش ندير نصور لكم. ما صيبتش الشعر عند فاطمه الزهراء حيتاش كانت كفش، انا اصلا معطله بالليل وكان صالون عامرك ما عارفين مع الجمعه والسبت والحد الناس كيبغيو يخرجوا، صالونات عامرين. غادي نصيب شعري غير في الدار، غادي نصيبو معاكم ونحيد هاد البيوريك، وغادي نصيب شعري وغادي تبوكس عليكم، غادي نجيب بومبا وغنمشي ندير الصفار والرجوع الاصلي. فاضله بلا ما نطول عليكم الهضره لي زامي، دابا غادي نوريكم كيفاش نصيب شعري. شحال من مره قلت بلا ما نطول عليكم الهضره في هاد لا فيديو، وطولت الهضره حيت مابغيتش نطول الهضره، ولكن ما تنعرفش اصاحبتي. المهم لي زامي بلا ما نطول عليكم الهضره عاوتاني، غادي نوريكم كيفاش كنصايب شعري بلي سيغ. لشحال هادي ما حطيتش على شعري الصراحه، حيت السوشوار حرق لي شعري. المهم لي زامي هذا شعري ما مصايبش ما منشفاش. البارح نعست بشعري فازك، شوف لا بغيونس اللي في شعري ما شاء الله، قول ما شاء الله قبل اختي ما يخفف عاوتاني تولي فيه جوج ضعيبات. صراحه كنحس بشعري بدا كيتعالج الحمد لله، ما بقاش خفيف كيف الاول ولكن باقي ما رجعش قوي، ولكن بدا كيتعالج. المهم البنات غادي نبارطاجي معكم داك السيروم، ماشي سيروم، زيت، داك الزيت اللي دايره اللي متبعه شعري. ولكن صبروا يزيد عطيه المفعول، حيت قال لك هو كيطول كيقوي. استناو. المهم هذا شعري ما مصايبش البنات، راه انتم كتشوفوا فيه، تشوفوا على عينيكم. انا الصراحه ما عرفتش اش باغا نحرق، ولكن كون ما كنتش معروضه قسما بالله ما نصايبو. ولكن راه قلت لكم، انا قلت لكم بلي ما غاديش نصايبو، ولكن المناسبه ضروري ما نبغيو نصايبو شعرنا البنات، فهمتوا؟ والزيت انا خاصني نشري الاخر احسن من هذا ديال السيف. السيف هذا سيروم، السيف الماغو احسن من هذا صراحه، هذا لا علاقه شويه، الاخر احسن. لكن دابا كنعدي به وصافي، حيت المهم هو كيعاون ضروري اختي. حسين دابا غادي نحط لابلاك على شعري، ضروري شي كنحط لابلاك ومقدرتش نحط لابلاك. دابا غادي نبداو، اول حاجه غادي ندير غادي نقسم شعري هكا، كنعرفش انايا نصايب من اللور، خاصني باندا الباندا ديالي. انا كيجيو معايا القرينات باش كندير القرينات، ما كنبقيش باغي نصايب شعري. المهم لي زامي دابا انا ما غاديش، غادي غير نوريكم غير هاد الزغيبه. المهم راه الشعر اللي صرا غريبه الباش كاع عرفوا يصايبوه، غنوريكم لي صغ باش كنصايب شعري. لي زامي هذا هو لي صغ باش كنصايب شعري، شوفوا السميه راه محيه لي، انا راه محيت لي السميه. باش ندور الكاميرا هكا،
شفتوا السميره محيه ليها لزامي. المهم هو هكا رقيق، الا بغيت ندير به بوكلي كسرع عليا البوكلي البنات، ولكن شوفوا ان البوكلي مابقاش كنقرب لابلاك الشعر بالبوكلي. الطريقه ديال الزيف خطيره، ما كتحرك الشعر. وهاد لي هاد البريسا لزامي زوينه، المهم هي البريسا راه كتحرك الشعر، ما عندكم ما دير. الله يهدينا الله يهدينا. نوريكم كيفاش كنصيب شعري بطريقه سهله وبسيطه. بغيت نشوف شعري ها، بغيت نتاسف ليه. هانتوما تجيبوا هاد المشطه، صافي على زامي ثلاثه الهبطات. وشوفوا راه شديت بزاف، باش نزيد شويه من هنايا. ما وصلتش لهاد البلاصه. صافي شتو شعر بزاف باش تكيسوا واحد شويه، تكيسوا شويه. انا كملت شعري الصراحه، صايبته بالزربه ما حطيتش عليه سوشوار بزاف. شوفوا على زامي، حتى شوفوا اصلا كان هابط، راه ما دوزتش عليه لا بلاك بزاف. نوقف على الفلور، كيبان لكم مزيان. المهم لي زامي راه بدا كيقوى الصراحه واحد شويه، حيت انا كنعرف شعري، كنعرفو فاش كيبدا يقوى فاش كيخاف، حيت كنكون كنصايبو كنعرف الشده ديالو هكا والعبار. راكم عارفين كل واحد كيعرف شعره. دابا غادي نوض ندير شويه المكياج حيت كنبان صفرا، وغادي نلبس حوايجي باش نخرج باش نمشي ندير لي سير وندير شحال من حاجه، وغادي نديكم معايا لي زامي. غادي نوريكم اش نلبس الصراحه، ما كنتش معوله. عطات لي صفاء قالت لي نمشيو نتعشاو في ويست، ولبست واحد لبسه زوينه. صافا جاتني سرية واعرين ومبقاوش حاجة. والله هاد الحلاوة عندهم منين؟ هاد الحلاوة عندهم منين؟ عندهمش لعبة، خدي حلوة. شوفي الصفرة، واو شوفي صافا شحال زوينة. اجي اجي داري، شوفوا لي الزي اللي ما خرجت عشاء انا وصاحبتي. اليوم خارجين نبدلوا الجو. المهم هاد الجاكيطار ديالي وهاد الساكة ديالي. ديالك والله يوصلك ساكي. وصافي شوفوا احفظك الناس بزاف. باب 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 زين لابسه هي لابسه النوار وهي لابسه الغوز. انا راه التريكو زوين، راه حيت دابا زنق ما قدرتش نلبسو ديال العشيوات وكا كغديوات. دابا حنا في المدينه لزعما نمشيو نضربو دور على الصديقه ديالي علما اختي اختي على الكياطه. صراحه لو كوان زوين بزاف زعما، سي فو فولي شونجي زعما تقدرو تشيو. الخبز و الجبن و زيت العود و الزيتون بارطو تقاليش ما مخشي غنطيح في هادشي ما كذبش عليك. اوي زعما مدري لي الشوا طحي الله يطيح بيه كلمه ولكن عطارد طحي حطوا لها المقبلات كتسحبو مطابق رئيس دارت لي الشوا طبعاني يعطيكم ماشي صباع صبعانة يعطيكم نخبة. ومني ندوي معاها نقول لها تبتي تقلي تقول لي حاطة رزق على السيدة مخلصة مليار، هي راه كاع ما واخدة البواسطة مكملة خليتها. لي زامي هاي انا عارفه راسي زربش عليكم، عاد ندير الزربه ثاني باش كنكون معطله وكنكون ستريسي كنبدا ندير بالزربه. قلت لكم انا عارفه راسي زربش عليكم، سمحوا لي والله نرد شحال تصفر كيبان لي راسي حاوله. المهم راه درت الشفار، درتهم غير اليوم الصباح. انا اليوم ما صورت لكم ولا حيت كنت قاريه، عرفتوا كنت مزروبه وقع لي واحد البلان تكشط لي كريت القفطه لي كريتو للدار ما عجبنيش، صدقت ما غاديش نلبسو. انا دابا غادي نوريه لكم، بقيت كنبقيتش لقيت غير واحد القفطه عند اختي عجبني صدقت هو اللي غنلبس. عرفتوا بحال التقلب ديال البروغرام كامله لا زامي وتخربقت. عرفتوا بديت كنبكي وصافي قررت انني ما غنمشيش، خرجت من راسها معطله وما لقيتش طاكسيات. عرفتوا واحد الحاله ما عاودتش لكم لا زامي. شوفوا جيت للدار درت هذا المكياج برونز، مازال ما درتش العكاره بالكم في مصفر حتى نمشي للوطيل. دابا كنستنى ان درايفر غادي يجي عندي باش يوصلني لوطيل نيشان حيت هو كيمشي على حساب لوكاليزاسيون راكم عارفين. وصافي لي زامي دابا غادي نوريكم القفطه اللي غادي نلبس والقفطه اللي كريت. القفطه اللي كريت جبتو للدار ما عجبنيش، القفطه اللي غادي نلبس هو واحد القفطان ديال اختي. ومازال غادي ندير العكر شعري صايبتو بوكلي، حتى جيت للدار دابا صايبتو ليا اختي، صايبتو بوكلي بالزربه بالزربه بالزربه. ما عرفتش هادشي كيفاش غادي يدوز، ما لقيتش لي زاكسيسوار.
نعاودش لكم والله العظيم. دابا نوريكم القفطه اللي غادي نلبس، تلاه تا نوريكم القفطه اللي غنلبس، نوريكم القفطه اللي كانت وما عجبنيش. صافي شوفوا شفر كيفاش جاوني. هاد الشفر درتهم ب 40 درهم عند هذوك، عند هذوك الافارقة. حنا افارقة ولكن زعما هما افارقة. هذا هو القفطه اللي كريت على زعمي. شوفوا عرفتوا انا دابا حيت انا ما كنتش مشيت ورشها غير الشكل، وفاش صيفطاتو ليا المهم حالتو ما عجبنيش، اللون ديالو لا علاقه، الحجر كاع طاير ليه، داكشي سواقي ما عجبنيش على زعمي. ضمت هي حالتها صافي صافي، جبتو للدار ما عجبنيش ما نكذبش عليكم، وخلصتو كلشي وما عندي ما ندير، رضعت فيه صافي. دابا غادي نلبس هذا في النواغ. صنادويلتي راه ديجا وراتها لكم هي هادي. هاي 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 حنا الهابطين كنتصور درنا الشتا في الزنقه. المهم غادي نحطو واحد شنو هي الفلوق هذا، بيك فلوق بيك فلوق. شوف لي الزن اللي كيف الكاره باش فيها موالو. وصافي غادي نحطو واحد صور في انستغرام، دخلوا ديروا لنا لايك لايك وسبسكرايب. يلا زيدوا صوروني، صورتكم كلكم تصوروني. Olha lá! Olha! 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 Order calm down. 9, 8.